لكل مشاهدي روتانا خليجية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، حلقة جديدة ومتنوعة ومختلفة فيها الكثير من المواهب. خلونا نشوف أبرز العناوين وراجعين. اليوم في ساعة شباب، ماذا تعرف عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات؟ لحم الغزال جزء من ابتكارات المطاعم الجديدة. الطفلة الموهوبة ماريا قحطان حصريا في ضيافة ساعة شباب. وفي الأخبار، تأجيل إخلاء مطعم خلال هجوم لندن. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. خلونا نروح لأهم وأبرز التغريدات المميزة في تويتر تحديدا، ونشوف لفتنا لليوم ايش فيها من التغريدات المميزة. أول تغريدة من حساب فن سيريالي نشر مقطع مميز جدا عبر حسابه في تويتر، وعلق عليه تعليق بسيط، مجرد كلمة واحدة تغني عن 1000 كلمة، كتب إبداع. خلونا نشوف المقطع مع بعض اللي علق عليه هذا التعليق حساب فن سيريالي. راح نشوف نوع من أنواع الرسم تحديدا اللي يكمن فيها الإبداع. شايفين كيف؟ يعني بكل تفاصيله، جميل وغريب في نفس الوقت. في ناس حقيقي عندهم القدرة على التصور وتنفيذ الأمر بشكل مذهل جدا، تطلع النتيجة زي ما احنا شايفين في هذا الفيديو. صراحة حساب جميل، وكل المقاطع الموجودة في هذا الحساب فعلا نقدر نقول عليها كمية إبداع كبيرة جدا. إلى التغريدة الثانية ومن حساب الأكثر مشاهدة، خلونا نشوف كمان اتكلموا عن إيش. نشروا مقطع فيديو في حسابهم وعلقوا عليه نهاية غير متوقعة. هذا مشهد اللي راح نشوفه مع بعض لأحد المغامرين، وانطلق بين الكثبان الرملية وفجأة قفز قفزة خيالية، وانتهى المشهد طبعا بشكل غير متوقع. شايفي انا يدي على قلبي اول ما شفت هذا المقطع، شيء يخوف فعلا، نهاية غير متوقعة. وقفز بعد ما قفز من ارتفاع عالي، فتح الباراشوت حقه عشان ينزل بسلام وامان، حتى الدراجة النارية كان لها باراشوت لحالها. يعني هذه المقاطع نشوفها وما نقلدها ابدا، لا حد يفكر يقلد، اكيد هذا الشخص يعني محترف جدا عشان كذا قدر ينفذ هذه القفزه بسلام وامان. الى التغريده الثالثه من حساب لاعب نادي الهلال جوميز، خلونا نشوف ايش نشر عبر حسابه في تويتر. كتب: لا شيء أكثر أهمية عن العائلة والمنزل، وأشعر وكما أنني في منزلي هنا في السعودية. شكرا لكل المحبة التي تشاركوني فيها معي ومع عائلتي، لأنكم أنتم عائلتي أيضا. مشاعر جميلة جدا من هذا اللاعب المميز اللي تربط علاقة خاصة مع القهوة العربية، سبق وذكرنا ذلك. لافتة جميلة من أنه يعبر عن حبه للمملكة بهذه الطريقة. وهذه طبعا كانت عائلة جوميز وهي بتستمتع بالأجواء الجميلة والمميزة في مدينة الرياض. إلى التغريدة الرابعة لليوم من حساب عبد العزيز النهابي، خلونا نشوف اتكلم عن ايش. اتكلم عن نوع مهم جدا في حياتنا هو الاستثمار، وقال: ما هو الاستثمار؟ يوجين بولت كسب 8 ميداليات ذهبية في 3 دورات أولمبية، مجموع ما قضاه ركضا في الدورات كان 115 ثانية فقط. مداخيله تعدت 119 مليون دولار. هذا ما يسمى الإيكونومي أوف أوثورد، لكنه تمرن 20 سنة من أجل هذه الدقيقتين. تخيلوا يا جماعة، يعني مجموع ركض هذا اللاعب أو الرياضي العالمي كانت أقل من 2 دقيقة، ولكن هذه 2 دقيقة
جنت له الكثير من المبالغ المالية، وهذا ما يسمى بالاستثمار الذاتي أو الاستثمار في النفس. تعب وتمرن واجتهد طول عمره عشان يوصل لهذه المرحلة في النهاية، والاستثمار في ذاتك من أهم أنواع الاستثمارات اللي ممكن تكون في حياتكم، والحرص أيضا على التطوير والتقدم يزيد من حجم النجاح. فقط كونوا على ثقة بأنفسكم واتخذوا الطريق الصحيح لحياتكم. شكرا على هذه النصيحة وهذه المعلومة يا عبد العزيز، وكانت هذه آخر لفتنا في عالم تويتر وأبرز التغريدات لليوم. أتمنى تنال على إعجابكم. رح نروح مع بعض لفقرة المعلومة في دقيقة يا شباب، وموضوع اليوم مع عشاق الدراجات وسمر رهبيني. نتابع. أنا مرة نفسي أكون سريعة بالدراجة، نفسي لما أركب الدراجة أكون جدا سريعة، وبالتالي إنه أنا أقدر من أدخل أي سباق أفوز. كيف؟ عمرك سمعت بشيء اسمه الستير كيس سبرنت؟ كيف؟ اللي هو لما أنا أطلع وأنزل الدرج. غريب صح؟ أنا المفروض بكون أسرع على الدراجة، لازم أركب بوسكليت عشان أدخل الدرج. تكنيكلي لما أنت بتطلع وتنزل الدرج أنت بتحرك نفس العضلات، أو اللي هي نفس العضلات لما أنت بتركب البسكليتة. بس الفرق لما بتطلع وبتنزل الدرج، لا تطلع وتنزل عادي، اتاك ذم، اطلع وانزل بقوه. فبالتالي انت هذا التمرين مصنف على انه انايروبيك، او اللي هو تمرين لا هوائي. هذا بيزيد من عمليات الايض، بالتالي بيسبب نقص الوزن، بالاضافه انه درجات نفس العضلات نفسها بتزيد الكتله العضليه في نفس عضلات الفخذ اللي هي اكثر عضله احنا نحتاجها كدراجين، او عضله الساخ ككامل ككل. فبالتالي لما انت بتركب الدراجه بتحس انك ما بتبذل ذاك المجهود زي ما بتركبها بالايام العاديه. فجرب هذا التكنيك، كثير دراجين بيبداوا كثير دراجين بيمارسوه، فابدا وطلع احسن ما عندك. انت يلي حياتك في خطر وحياتك كلها اونلاين، لازم تعرف قديش انت في خطر. تابعونا بعد الفاصل. الله مساءكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس هشام بغدادي، أحد منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني بإدارة أمن المعلومات، والمدرب المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات. اليوم راح يكون موضوعنا جدا مهم، ويعتبر من أهم المواضيع اللي أشغلت الكبار والصغار والمؤسسات والمنظمات وأيضا الجهات الحكومية والدول. موضوعنا لهذا اليوم حيكون من أهم المواضيع والحساسة جدا في عصرنا الحالي. موضوعنا سيكون عن الأمن السيبراني. لو لاحظنا في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة تكرار وظهور مصطلح الأمن السيبراني بشكل جدا كبير وبشكل متكرر، وبكل تأكيد هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور هذا المصطلح بهذه الكثرة. ومن أهم هذه الأسباب، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، واحد، استخدامنا المتكرر والمتزايد للتقنية بشكل عام، وأيضا اعتمادنا الكلي على التقنية وبشكل عام أيضا في حياتنا وفي شتى مجالات الحياة ومناحيها. فقد أصبحت التقنية الآن هي عصب الحياة. بنستخدم التقنية في البيت، في الجوال، في المدرسة، في الشوارع، في المدارس، في المستشفى، في كل مكان، في كل مكان، إلى أن أصبحت هذه التقنية بتتخذ القرارات عنا، وهذا ما يطلق عليه باسم الذكاء الاصطناعي. على أي حال، ولكن للأسف الشديد بعد ظهور التقنية ذروتها والثورة التقنية اللي الآن نعيش فيها، ظهرت فئة من المخربين والمفسدين. هؤلاء الفئة اللي يطلق عليهم بالهاكرز أو المخترقين أو القراصنة. هؤلاء يسرقون الأموال ويختلسون ويخترقون. على طار الأموال، ذكرت إحدى الدراسات في عام 2019 أن الهجمات السبرانية فقط لا غير في هذا العام كبدت شركات العالم أو العالم بأسره خسائر مالية تتراوح من 500 مليار إلى 2 تريليون دولار كندي، عفوا أمريكي. نضف إلى هذا سبب آخر من أسباب ظهور هذا المصطلح السبراني، كثرة المواقع الإلكترونية
الموجودة الآن وأيضا التطبيقات الذكية. ذكرت إحدى الدراسات أن المواقع الإلكترونية الموجودة في نهاية عام 2019 لا تقل عن 2 مليار موقع موجود في الأنترنت والشبكة العنكبوتية، وأيضا 441 تطبيق موجود في التطبيقات أو تطبيق ذكي موجود في متجر التطبيقات. وفي عام 2019 تم اختراق 30 ألف موقع إلكتروني وبشكل يومي، يعني ما يعادل أنه بيكون في عندنا اختراق أو 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 حتى هجمة كل 20 اختراق أو 20 هجمة كل ثانية بيصير. لك أن تتصور إذا كان في عندنا 20 هجمة في خلال الثانية الواحدة، كم هجمة عندنا في السنة أو كم اختراق بيصير عندنا في السنة؟ إليكم هنا بعض الدراسات أو الإحصاءات اللي نشرتها بعض الشركات التقنية. هل تعلم أن هناك أكثر من 4000 هجمة لفيروس الفدية؟ هل تعلم أن هناك أكثر من 4000 هجمة لفيروس الفدية بيكون بشكل يومي الهاكر بيعملها؟ وهل تعلم أن هناك ما يعادل 200 إلى 250 ألف فيروس أو برمجية خبيثة بيصدرها أو بينشئها الفيروس الهاكرز بشكل يومي؟ هل تعلم ماذا سيفعل الهاكر إذا قدر يخترق الجهاز تبعك أو حسابك أو حتى الهاتف المحمول؟ إيش ممكن يفعل وإيش ممكن يدمر وإيش ممكن يسوي؟ عشان نتفادى كل هذه المشاكل وعشان نتفادى كل هذه التهديدات والمخاطر اللي بتحصل، لابد أن نلجأ ونحتاج إلى الأمن السيبراني ونشر الوعي الخاص بالأمن السيبراني إلى جميع الشركة. شكرا لك. أكيد مهندس هشام، تفضل بس نكمل أنا. معلومات أنا في صدمة الآن من الكلام الكبير اللي قلته. أول شيء أبغى أقوله فعلا أنه الحمد لله أننا في بلد أمن وأمان، ما في كثير صحيح. من الهاكرز عندنا وما يخترقوا حساباتنا وايام، يعني خصوصا انه نحن بنعيش، صار كل يومنا عباره عن تقنيه، صرنا عايشين في عالم صحيح. التقنيه نقله مو طبيعيه، سهلت على حياتنا الكثير من الامور، ولكن في المقابل مثل ما قال المهندس هشام في كثير من العواقب اللي ممكن تصير بسبب هذه النقله الالكترونيه. في اليوم حنتعرف اكثر عن نظام الامن السيبراني مع المهندس هشام. خليني أسألك في البداية عشان نبسط شوي على المشاهدين، الأمن أو مفهوم الأمن السيبراني بيتعلق بإيش في حياتنا؟ مفهوم الأمن السيبراني بكل بساطة نقدر نبسطه ونقول الأمن السيبراني أو مفهوم الأمن السيبراني عبارة عن حماية للبيانات والمعلومات اللي تتعلق أو اللي تنتقل في الأنترنت. طالما يكون في عندنا أنترنت وحماية لهذه البيانات خلال هذا اللينك أو الأنترنت، فإحنا أو الفضاء الخارجي، فإحنا نتكلم عن أمن سيبراني. فإيش نحتاجنا في حياتنا أو بإيش يتعلق في حياتنا؟ أكيد في كل حاجة تتعلق بتقنية المعلومات أو حاسب آلي وأنترنت، فإحنا نحتاج هنا الأمن السيبراني. حتى الجوال والواي فاي نفس الشيء أتوقع ممكن يصير. طب ليه فجأة في الفترة الأخيرة صرنا نسمع كثير بهذا المصطلح سواء بالدورات أو في التخصصات؟ صحيح، الفترة الأخيرة حقيقة صرنا بنسمع بالمصطلح هذا بشكل دائم لعدة أسباب. أنا أذكر لك ثلاث أسباب سريعة كده. السبب الأولاني كلما ازداد استخدامنا للتقنية كلما ازداد احتياجنا للأمن السيبراني. يعني كلما ارتفعت التقنية واحتجنا التقنية في كل شيء، كلما احتجنا الأمن السيبراني بشكل أكبر وأكبر. النقطة الثانية، توجه المملكة العربية السعودية حفظها الله ورؤية 2030 في تحقيق مفهوم الحوكمة الإلكترونية والحوكمة الحكومة الذكية. بالمختصر، مفهوم الحكومة الإلكترونية أنه كل الدوائر الحكومية تكون مرتبطة مع بعضها البعض وتتبادل البيانات مع بعضها البعض، وهذا يتطلب بكل تأكيد وجود الأمن السيبراني اللي احنا بنتكلم على انترنت وما شابه. والنقطة الأخيرة، الحروب السيبرانية اللي بيعيشها العالم الآن. العالم الآن بيعيش فعلا حروب سيبرانية جدا كبيرة من منظمات ودول، والمملكة بشكل عام وكل الجهات الموجودة عندنا والشركات الخاصة تحتاج إلى وجود الأمن السيبراني لحماية معلوماتها وكل ما يتعلق فيها. حلو، يمكن بعض الأشخاص عندهم لبس بين مفهوم الأمن السيبراني وأمن المعلومات، فحابين اليوم نوضح لهم الفرق بينهم. أوكي، نبدأ أول شيء بأمن المعلومات.
أمن المعلومات هو الأمن اللي يتعلق بالمعلومة بحد ذاتها أو الأمن اللي يتعلق بالبيانات بحد ذاتها، بعيدا عن الفضاء الخارجي وبعيدا عن الانترنت. أمن المعلومات بيرتكز على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأولاني اللي هي سرية المعلومة بحد ذاتها، بل لا يستطيع أحد أن يشوف المعلومة إلا المخول له بالاطلاع على هذه المعلومة. المحور الثاني اللي هو صحة المعلومات، أنه ما يقدر أحد يعدل على هذه المعلومات إلا المخول له. والنقطة الثالثة اللي هي توفر المعلومة. النقطة الأخيرة اللي بدي أضيفها اللي هي الأكاونتابيليتي، اللي هي تعتبر هل الشخص اللي أنا بتعامل معه هو نفس الشخص اللي أنا فعلا بتعامل معه، أو شخص بمحتال وبيحاول يحتال شخصية الرجل اللي أنا المفترض تكون بتعامل معه. أما بالنسبة للأمن السيبراني، الأمن السيبراني هو كل ما ذكرته عن الأمن المعلومات، بالإضافة إلى أنه هو أشمل وأعم من أمن المعلومات، ويتعلق بالفضاء الخارجي والأنترنت بشكل أكبر. أضف إلى ذلك هو يمتد إلى كشف الثغرات وكشف المشاكل، وله علاقة كبيرة بكل النقاط اللي تربط بين الجهات الحكومية والمنشآت والدول أيضا. حلو، ذكرت نقطة مهمة جدا أثناء حديثك عن الهاكرز أو المخترقين. فعادة كيف بتتم عمليات الاختراق؟ أبى أتكلم معك مهندس هشام على الأساليب المتقدمة اللي الناس لسه ما تعرفها. حقيقة الأساليب الموجودة يعني عدة، ولكن أنا أذكر لك من أهم الأساليب الموجودة الآن. أول أسلوب خلينا أديك هو في سيناريو. بأرسل أنا رسالة في له لينك، بقول لك أضغط على اللينك هذا وحاجيكي مليون ريال وتحلو الحياة والمرسلزة. فأنت بتضغطي على اللينك هذا، بمجرد ضغطك على هذا اللينك أنت بتنزلي كارثة عظمى في جوالك أو في جهازك أو حتى في المنشأة اللي أنت فيها. بكذا أنا قدرت كهاكرز يعني أسيطر وأتحكم بجزء كبير من الشبكة عندك أو ما كانت كلها، وأقدر أدمرها. الأسلوب آخر خلينا نضيفه مع الأسلوب اللي ذكرتم، اللي هو الكشف الثغرات أو نقاط الضعف. أنا باستطاعتي كهاكر أني أعمل سكان على المنظمة حقتك أو أحاول أكتشف الثغرات اللي موجودة في المنظمة عندك، وبيها أنا أقدر أتسلل وأخش وأخترق المنظمة حقتك وبقدر المستطاع أدمرها أو ما إلى ذلك. طب هل في طرق ثانية غير هذه، غير اللينك واللي ذكرته، الثغرات اللي ممكن تكون موجودة في الأجهزة؟ في عدة طرق حقيقة. في أحد الطرق إنه اللي يسموها الهندسة الاجتماعية، هذه إني أنا مثلا أنا كهاكرز بأخش المنظمة، هذه يبغى لها شوية يعني فن زي ما يقولوا. أخش المنظمة هذه وأترك USB مثلا، واكتب عليه مثلا اي عباره من العبارات اللي تخليك تنجذبي لي وتقولي حق مين USB هذا، وخليني اشوف ايش فيه من لقافه. نحن يعني ناس ملقوفين، نحب نشوف، نحب ندور، نحب نفتش. فبمجرد انك تاخذ USB هذا وبتحطيه في الجهاز، كيلوغرز يسموه. هذه الاساليب المتقدمه، هذه الطرق الاحترافيه اللي حقيقي الناس ممكن ما يستوعبوها او ما يفهموها. واتذكر انه كثير من خبراء التقنيه حاولوا انهم يحذروا ويوعوا الناس حول اللينكات اللي ممكن ترسل، خصوصا على سناب شات، لانه يقدر يدخل على حسابك في سناب شات يشوفوا كل الصور الموجوده والمحمله عبر هذا التطبيق. وهذا فعلا شيء ممكن يخوف كثير من البنات، تم ابتزازهم كثير. من ايضا الاشخاص حاولوا انهم يطلبوا فديات مقابل انهم يتستروا على الصور الموجوده. يعني اشياء فعلا تخوف، الله يبعدنا عنهم والله يحمينا يا رب. طيب كيف بيتم احيانا مواجهه وسد هذه الثغرات؟ هل العمليه بتكون هنا مهاره او ذكاء؟ اوكي، هي بلا شك مهاره وذكاء، يعني اندماج ما بينهم او خليط فيما بينهم. ولكن كيف نسد هذه الثغرات؟ فانا اكثر شيء ممكن اقوله، الوقاية خير من العلاج. الواحد بقدر المستطاع يكون عنده وعي عن الأمن السيبراني وعن مخاطر هؤلاء القراصنة أو الهاكرز، بحيث أنه زي ما تفضلنا وذكرنا أنه اللينك هذا مو كل شيء يجيك تثق فيه وتفك تفتحه، لدرجة حتى لو جاني إيميل أو رسالة من الوالد أوكي ووضعها غريب ومشكوك فيها، أتواصل يا أبوي أنت فعلا أرسلت الرسالة دي ولا قد يكون فيها؟ لأنه أوقات تجيك رسائل من البنك واللينك باين كده بنك، لكن هو في الحقيقة ترى يخفي الكثير من المصائب. فهذه أفضل طريقة أن الواحد يبتعد ويحرص أشد الحرص على عن الأمور هذه. النقطة الثانية، أنا ممكن أقول لك حتى لو أنت حرصتي وقلتي خلاص إن شاء الله أنا ما بعمل الأمور هذه كلها، لابد أنه تحدثي البرامج
يعني البرامج الموجوده حقت الانظمه او الجوال بشكل خاص او الانظمه التشغيل اللي موجوده عندك تكون بتحديث دائم. فكره التحديث بالمختصر مفيد اني انا منزل فيرجن واحده او نسخه واحد. الفيرجن هذا بعد 6 شهور بيصير فيه انه ثغرات اكتشفت. فانا كمنظمه كمايكروسوفت انزل فيرجن 2 اللي هي سددت فيه الثغرات حقت الفيرجن الاولاني. فعشان كده التحديث كل ما نزل شيء جديد انت بتنزليه عندك في جهازك او كل المستخدمين بينزلوا عندك في جهازهم كده ان شاء الله بنسد ثغره كبيره من انه الهاكرز ممكن يعني يضحكون علينا او يستغلوا هذه الثغرات اللي موجوده في الانظمه. حلو مهندس هشام، نصيحه اخيره لكل الطلاب اللي حابين ينضموا لهذا التخصص، تخصص الامن السيبراني، او يدرسوا في هذا المجال، ايش ممكن تقول لهم؟ حقيقه يعني الأمن السيبراني مجال يعني مجال شمولي، مجال كبير جدا، بمعنى انه عشان اكون انسان محترف في علم الأمن السيبراني واكون متمكن بشكل جدا كبير وتقني كبير جدا احتاج انه يكون عندي شمولية في جميع ما يتعلق بعلم الحاسب الآلي، بمعنى انه لابد انه يكون عندي معرفة عن الشبكات والبرمجة والداتابيس وكل هذه الامور عشان اصير يعني طالب او هاكرز ذات كفاءة عالية. واضف الى هذه بس نقطة أخيرة، انه في ما يسمى بالـ International Career Certifications، هذه الشهادات العالمية اللي اذا حصلتي عليها او حصلتي على مجموعة منها انت مؤهلة تكوني اكسبرت زي ما يقولوا خبير في عالم الامن السيبراني. جميل جدا، شكرا لك مهندس هشام بغدادي على هذه النصائح المهمه جدا. جماعه الخير والله شيء يخوف، انتبهوا على جوالاتكم، انتبهوا، الوقايه خير من العلاج مثل ما ذكر المهندس. ونحن اكيد مكملين وراح نشوفكم بعد الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا، والأخبار ومنوعات اليوم. أول خبر عندنا من صحيفة الديلي ميرور، واللي نشرت خبر طريف جدا عن عروس قررت فرض رسوم على المدعوين لحفل زفافها. والعروس كمان إيش سوت؟ قامت بتخصيص حساب على إحدى الخدمات البنكية كي تمكن الضيوف من إرسال أو تحويل المال إليها قبل الزفاف، وبعد كذا تروح تشوف أسامي الناس اللي حولوا ودفعوا الرسوم، تروح ترسل لهم الدعوة عشان يحضروا الفرح. وطبعا كانت هذه المبادرة منها لأنها كانت تبغى تسترد الأموال أو المبالغ الطائلة اللي خسرتها خلال حفل الزواج. صراحة أنا شخصيا عجبتني الفكرة، ممكن نشوفها عندنا عما قريب. والله البنات والشباب المقبلين على الزواج يخسروا يا أخي كثير، أسمع مبالغ بالملايين في حفل الزفاف. فوالله إذا حطينا رسوم رمزية ممكن نعتبرها، فحتكون زي الإيفنتات. في فعاليات عندنا في الأفراح على فكرة، العنود نسوي فعاليات كثير، الناس والمعازيم راح ينعزموا ويأكلوا ببلاش ويستمتعوا ويرقصوا ويسووا أشياء كثير في الفرح، لازم تدفع مقابل دخولها. فحبيت الخبر. من أخبار الزفاف إلى أخبار الطلاق، كمان في الطلاق صار في احتفالات. يقولوا بريطانية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة جدا. هذا الخبر احتفلت امرأة تبلغ من العمر 40 عام بطلاقها بإلقاء ألوان الطلاء على فستانها واللي يبلغ 1200 جنيه استرليني. وقالت أنه أعطت أيضا المرأة لأصدقائها 6 مسدسات مليئة بالطلاء. عارفين هذه المسدسات اللي تكون جوتها الألوان اللي يفجروا فيها. فقررت أنه بعد طلاقها من زوجها كمان الثاني ما شاء الله أنها ترسل رسالة إيجابية للنساء الأخريات من الأمور على ما يرام. كل اللي عليكم تسووه تتخلصوا من فستان الفرح وكذا ممكن تنتهي القصة وتنتهي القضية. أوكي، ما أقنعتني. إلى خبر ثالث، وتأجيل إخلاء مطعم خلال هجوم للندن. هذه الواقعة صارت بأحد المقاهي الموجودة في لندن لما طلب الشرطي أو العسكري من موظفة المطعم أنها تخلي هذا المطعم. فقالت البنت وردت أنها تحتاج نص ساعة عشان ينتهوا الزبائن من تناول الطعام. الحضور يعني
وسارعوا بمديح الشرطي، ولاقت المرأة انتقادات واسعة، واتضح بالنهاية أن هذا الحادث لم يكن خطير. وأنا بس أقول يا برودة من جد باردة، في هجوم إرهابي راح يصير في لندن، وهذه قالت لي لا أحتاج نص ساعة، همها في المطعم وخدمته، لا ينتهوا الزباين، أو يمكن عشان حرام ما تخسر وظيفتها في نفس الوقت، خلي الزباين ينتهوا، أحتاج نص ساعة وبعدين ممكن نخلي المطعم. هذه كانت آخر الأخبار عندنا لليوم، ولكن من الأخبار إلى مواضيع مهمة تخص عشاق الأكل. من فيكم ما يحب الأكل ويحب أنه يجرب أنواع جديدة؟ هذه المرة عن ثقافة لحم الغزال. كلنا نسمع أن لحم الغزال يمكن مو كلنا ذقناه، اليوم عندنا معلومات جميلة راح نتعلمها عن هذا الموضوع، وعن فكرة مبتكرة في استخدام هذا اللحم في إعداد البرجر وتحويله إلى منتج صحي. أستاذ عبد الله البكري منورنا اليوم في استوديو ساعة شباب، حيقولنا كل هذه المعلومات، منور. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم لنا، وتشرفنا بمعرفتكم اليوم. بالعكس واجبنا. خلينا نتكلم اليوم عن ثقافة لحم الغزال، في نقص كبير في هذه الثقافة، إيش ممكن نعرف عنها اليوم؟ جميل، أنا أشكرك لأن الموضوع حقيقة مهم، ومهم جدا أن يصل لأكبر عدد ممكن للناس. فعلا في شح في المعلومات المتوفرة اليوم بالنسبة للثقافة العامة للناس، خاصة فيما يخص لحم الغزال. لكن خلينا نبدأ، اليوم كلنا نتغذى بلحوم مختلفة، السبب الرئيسي أنه نكتسب صحة جيدة للجسم. إذا أخذنا لحم الغزال اليوم في اختصار شديد، لحوم الغزال تحتوي على أقل نسبة دهون مقارنة مع أي لحم آخر موجود، هي أقل نسبة سعرات حرارية، أقل نسبة كوليسترول موجودة، كلها موجودة في لحم الغزال. إذا ما قارناها طبعا بلحم البقر واللحوم الأخرى. أيضا غنية بفيتامينات كثيرة جدا، غنية بالحديد، وغنية أيضا بالبروتين، فأيضا مطلوب، المفترض أنها تكون مطلب للناس اللي تهتم بالصحة وتهتم بالرياضة كثيرا. دحين عرفت ليش سعرها غالي. نعم. طيب دبا نعرف كمان من فين عادة بتستوردوا، أي نوع من أنواع الغزال يقولوا لحمة طيب؟ جميل، طبعا في أكثر من 15 نوع من الغزال، إذا أخذنا على مستوى الخليج ومستوى شمال أفريقيا كلها تعد من المحميات الآن بسبب ندرة الغزال فيها، لكن من أفضل أنواع الغزال هذا اللي احنا بنستورده الآن، يأتي من مزارع خاصة من جنوب أستراليا، وأيضا طبعا مشهور في نيوزيلندا وجنوب أفريقيا، لكن أفضلها طبعا الموجود حاليا اللي هو يستورد مباشرة من أستراليا. حلو، طب ليه في ناس يعني حبته وفي ناس ما حبته ولا تفكر انها تجرب؟ هل الموضوع راجع لتكلفة لحم الغزال، ولا متعودين عليه مو متعودين عليه، شيء جديد على ثقافتنا؟ جميل، هي طبعا شقين، الشق الاول الثقافة العامة، فأتمنى ان الناس تبدا تقرا اكثر عن فوائد لحم الغزال، والشق الثاني طبعا الغزال مكلف بحكم انه نادر في جميع في اكثر الاماكن، وبالتالي اغلب المطاعم التجاريه طبعا تحاول تبعد عنه، لانه له علاقه ايضا بطريقه الطهي تبعه، فالغزال من اللحوم الحساسه جدا، اذا طهي اكثر من اللازم تطلع يصير قاسي. والعكس صحيح طبعا، فطريقه الطهو تبعه والاعداد تبعه دقيقه جدا جدا، فلذلك اغلب المحلات التجاريه طبعا يبعدوا عنه، بالاضافه لسعره طبعا مقارنه باللحوم الاخرى اكثر من 30 الى 40% طبعا. عندكم تجربه انكم استخدمتوا لحم الغزال على طول في البرجر، يعني سووا ستيك طيب، او خلوا الناس تتقبلوا ممكن في ستيك على طول سويتوه في البرجر، يعني كيف صار معكم؟ لان احنا حبينا نكون مبتكرين وما نكون مقلدين، فجاءت الفكره خاصه في مصطلح البرجر، دائما معروف انه وجبه غير صحيه، والسبب فيها طبعا الخبز تبعها، انه دائما الرياضيين يبعدوا عنها او الناس اللي تهتم بالصحه العامه يبعدوا عنها، فلذلك بدات الفكره كلها انه كيف نستطيع نغير الفكر العام ونجعل البرجر نفسه كوجبه صحيه، وطبعا إضافة الخبز اللي موجود اللي احنا نستخدمه طبعا أقل من 10% نسبة السكر الموجود اللي فيه. أيضا الدقيق المستخدم ما يوجد فيه أي مبيضات أو كيميكلز موجودة فيه،
بالتالي لما تضعيه مع اللحم الغزالة للإفادة فسير الإفادة كاملة على نفس الوجبة كاملة. يعني نقدر نقول برجر صحي. يعني سعرات حرارية قليلة. وبروتين جداً. عالي. أيوة. ونسبة حديد ونسبة فيتامينات أكثر، فهذا الواحد اللي يحتاجه لما يروح لأي مطاعم. يعني أنا شخصيا لو ما قلت لي إنه لحم غزال ممكن أجربه. نعم. بس لحم غزال ما أتوقع، يعني ما أتوقع، حرام طالع الغزال وهو ينصاد، يحزن حبيب كذا، يحزن مسكين. ترى على فكرة حتى اللحوم الأخرى زي البقر وغيره كلها تحزن. لا انا بس الغزال، انا احب الغزال. هو الغزال لانه مربوط بالذات احنا فينا كعرب مربوط اكثر شيء في الاشعار، فدائما ما يصف الغزال بجمال العين ويصف بالرشاقه، لما عندما الواحد يصف مثلا في استخدام الشعر وخلافه دائما نستخدم الغزال. لكن فعليا اذا الواحد حب انه ينظر له من نظره صحيه بحته فاعتقد انه الغزال، لا دائما حتى يقولوا الغزال اكل الملوك، اكل الملوك، لحم الملوك معروف. طب ايش الفكره الالوان الموجوده في الخبز؟ قاعدين نشوفها في المقاطع اللي راحت انه عندكم كمان حتى خبز البرجر بالوان مختلفه. نعم، ارجع اعيد لنفس الشيء، كنا حابين نبتكر. مشكله البرجر نفسها كوجبه دائما التطوير فيها محدود، فكان هنا التحدي الكبير انه كيف نستطيع انه احنا ناتي ونبتكر شيء جديد يكون غير متواجد في السوق. فكانت فكره الالوان ايضا طالما ان الكونسبت صحي والاغلب يعرف انه الالوان دائما تستخدم الوان اصطناعيه وبالتالي ما تكون صحيه تؤثر على الجسم، فالالوان اللي احنا نستخدمها كلها من المانيا، لا يوجد فيها نسبة سكر نهائيا، بالإضافة أنه جميع الألوان اللي نستخدمها طبيعية، وكل لون حرصنا أنه يكون له طعم ورائحة ونكهة. فعندنا ألوان بالحبة السوداء فبالتالي طعم حبة السوداء، وبالتالي النكهة أيضا والريحة حقتها برضو ريحة الحبة السوداء. عندنا بالفلفل، عندنا بالبلو بيري التوت الأزرق، وعندنا بالكوفي، غريب شوية لكن كومبينيشن رائع صراحة مع اللحوم الأخرى، وعندنا أيضا بطعم الريحان. فهذه الخمسة اللي الآن احنا بدأنا فيها، وإن شاء الله لسه مستقبلا أيضا حيكون فيها شيء. يعني اللون مو بس شكل أبداً. كمان بنكهة يعني بطعم. هذا كان التحدي الأصعب، إن كيف تستطيع تحصل على النكهة وتكون طبيعية. وكل الألوان هذه مستخرجة على فكرة من الخضروات ومن الفواكه ومن أشجار النباتات، فكلها صحية. فلذلك عشان تمشي على نفس الكونسبت اللي انت ماشي عليه انه يكون كل الفكره انها تكون صحيه. حلو. طب استاذ عبد الله، قديش الافكار الجديده والمبتكره وخصوصا في مطاعم البرجر اتوقع لانها صارت منتشره في كل مكان، هل ممكن تجذب الناس للمطاعم وتستمر في دهشه الناس وكل ما حيشوف طبق برجر بشكل مختلف ونكهه مختلفه انا ما قد شفتها بحياتي حنبسط اني ابغى اجرب او ابغى اذوق؟ نعم، انا اعتقد الجديد دائما موجود، وانا اعتقد النجاح دائما حيكون للابتكار وليس للتقليد، وهذا اللي دائما ندعو فيه جميع الناس انه صراحه نحاول ونشتغل على نفسنا ونجتهد انه احنا دائما نكون مبتكرين في هذا المجال. ومجال الاكل من المجالات اللي يعني دائما مستمره، الناس يعني لابد انها تاكل، ف ما توقف أكل الناس، ما توقف أكل وما توقف تشتري ملابس. نعم. هذا القطاعين أتوقع الأكثر ازدهار. صحيح. عندنا في الخليج بشكل عام. شكرا لك أستاذ عبد الله البكري، يعني أخذنا معلومات مفيدة وإن شاء الله نحاول نغير ثقافتنا شوية عن لحم الغزال. ونحن أكيد مكملين معاكم مشاهدينا، والطفلة ماريا القحطان لأول مرة على شاشة روتانا، انتظرونا بعد الفاصل. Sabes que já acostumbra comer a mundo de Tego que vai largo, tego oi Tu, tores ali, mano, doce e a metal Meu e a ser camver, armela na plan Se louco, um beijo, a luz e a ser o poço Despacito, pero incerto, rente despacito Ajerando licas de sanuido Para cantar sin exactos comigo Quiero ver ganar tu miedo, quiero ser tan rico. El hecho en el sol y boca.
في عمر صغير جدا بدأت ماريا قحطان تجربتها مع الغناء لأول مرة، وتحولت إلى نجمة مثيرة ومشهورة بعد مشاركتها في أحد برامج المواهب، لتتحول حكايتها إلى حكاية فنية مثيرة للاهتمام بسبب صوتها الجميل. واليوم ماريا منورتنا في استديو ساعة شباب. نورة ماريا. أهلا، بنورك. ما شاء الله، شو الصوت الحلو هذا؟ تسلمي. عندك جمهور في كل مكان في العالم، فسعيدة بهذه الشهرة اليوم ولا لا؟ طبعا أنا سعيدة كثير أني موهوبة، طبعا أسعد أكثر لما أشوف الناس يتصوروا معايا ماريا قحطان ماريا قحطان، وطبعا هذا يسعدني كثير أن الناس يتكلموني ويتصوروا وأكون أنا مشهورة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد، يعني كفاية أنك تملكي خامة صوت ما شاء الله جميلة جدا في عمر صغير. طب خلينا نرجع مع بعض شوية كذا الوراء، من متى كانت بدايتك في عالم الفن، ومين ساعدك عشان توصل لهذه المرحلة اليوم؟ طبعا أنا اللي ساعدني هو مدير أعمالي عمران شهبين، أوجه له تحية من هنا، وكمان المخرج محمد سلامة. وطبعا لما بدأت أغني عندما كان عمري 3 سنوات ما شاء الله تبارك، كانت أختي توديني لتبع المدرسة عشان أغني، وكان في هناك الأستاذ حمد العلاية هو اللي أكتشف موهبتي وطورني أكثر بأكثر. حلو، طب كيف تحفظي كلمات الأغاني وألحانها؟ مين يساعدك فيها خصوصا أن عمرك صغير مرة؟ طبعا عائلتي وكل اللي جنبي هم اللي خلوني أحفظ الأغاني، وجمهوري، ومن كثر يعني ما جمهوري يكثر كل ما أحفظ الأغاني وكل ما أكون فرحانة أكثر. وطبعا خلاص أول ما أحفظ الأغنية أسمعها عشان تحفظ الألحان. أيوة، والجمهور يحب الأغنية. حلو، طيب إيش رأيك تسمعين صوتك الجميل؟ طيب إيش تسمع لك؟ نبغى نسمع مثل صبية. مثل صبية في الغواني ما تشوف ناشرات الفل والنقش الياباني في الكفوف، والعيون الدعج من تحت المقارم فيها خوف، خوف يسبي الناظرين يبعث الحب الدفين. واه يا معين. الله 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 الله، ما باك توقفي ماريا، ما شاء الله صوتك مرة حلو. شكرا. طب إيش هواياتك الثانية اللي جمهورك لسه ما يعرفها عنك؟ طبعا هوايتي أنا الكل يعرف عنه أنا الغناء. ثاني حاجة أعرف أرسم كذا يعني بشكل أرقام يعني. حلو، يعني فنانة تشكيلية كمان ما شاء الله. كيف طب كيف المدرسة، كيف بتوفقي بين المدرسة وموهبتك؟ لا، المدرسة هي أول حاجة، يعني أول حاجة المدرسة، ثاني شيء الغناء. طبعا بالذات أنا ما أروح الحف إلا إذا كان معايا عطلة مدرسية مثل الخميس والجمعة كذا. وثاني شيء بس إذا كان معانا حفل خيري يعني للأمراض الله يشافيهم إن شاء الله، للأطفال كذا، نستأذن من المدرسة عشان أحضر المشاركة، وهذا من أكثر ما يسعدني إني أحضر للأطفال مثل هذا. هذا فين كان؟ في مهرجان أبو عريش. صراحة جميل جدا. طيب كيف لقيتي جمهور السعودية؟ هل تفاجأتي لما عرفت إنهم يعرفونك ويحبونك؟ طبعا جمهوري في السعودية إيش أحكي عليهم، ما شاء الله، يعني جمهور مفرد، جمهور جميل جدا، متواضع السعودية، تحب الأطفال وأنا أحبهم كثير. طبعا ما كنت متوقع أن جمهوري في السعودية كثير كذا ويحبوني كثير، لأنه أيوة يعرفوني كثير. طبعا أوجه لهم تحية أني أحبهم كثير، وكل عام وأنتم بألف خير. أكيد. طب إيش أكثر أغنية كان الجمهور دائما يطلبها منك؟
أغنية مثل صبية وأغنية يا ليالي. حلو، طب إيش راح تسمعينا دحين؟ يا ليالي. عيوني عيوني، الكنترول يقولوا لي عيوني. طيب. الله 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 عليك، ما شاء الله عليك ماريا، غنيتي بأكثر من لهجة، فكيف شفت هذا الموضوع صعب عليك وكيف الناس، هل تقبلوه ولا لا؟ طبعا الفنان المشهور اللي عنده جمهور، طبعا كل ما يزداد الجمهور كل ما عند الإنسان في حياته ما في حاجة صعبة. طبعا أنا بالذات لما أغني الأغاني ما فيش عندي حاجة صعبة، لأنه الجمهور اللي بيشجعني، لأنه كل ما أغني لهجة الجمهور، يعني مثلا أغني عراقي يدخلوا لي جمهور عراقيين، كل ما أغني مصري يدخل مصري، يعني لأنه كل ما أغني لبلد يدخلوا لي جمهور. فأنت تبي تكسبي جمهور من كل هذه البلدان. حلو. طيب ولما تحفظي الأغاني، شفنا غنيتي أغنية ديسباسيتو، فلما تحفظي أغاني أجنبية فهل هذا بيكون سهل ولا صعب عليك؟ لا مثل يسأل، لأنه ما فيش أني عندي الحمد لله حاجة صعبة، لأن ما شاء الله كل حاجة وسط عند الإنسان. الله عليك الله. شايفين تقول ما في شيء صعب في الدنيا، كل شيء سهل إذا حاول أنه يوصل له أو حاب أنه يقدمه. طيب إيش نفسك يصير في المستقبل؟ إيش تبي تسوي في السنين الجاية؟ أتمنى أني أكون دكتورة، عشان يعني اللي ما يستطيعوا أن يشتري العلاج نجيب لهم العلاج إن شاء الله، عشان نشافي الناس كلهم، وإن شاء الله الناس يكونوا بألف خير. وحتتركي الفن تصيري دكتورة؟ ضروري، عشان مش أني أترك الفن، لأنه هذا عشان الأطفال، عشان يعني ما أبي يعني أشوف أحد مريض أو تعبان، أشتي أشوفه مثلي لما أنا أمشي، لما أتكلم، لما أغني، لما كذا، أشتي أشوف الناس كلهم مثلي كذا. الله عليك يا ماريا، ونحن حنشوف كمان مقطع كليب من صوتك أغنية يا ليالي، خلونا نشوفه ونرجع لكم. الله 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 عليك يا ماريا،
ماريا ما شاء الله عليك، انت اليوم اول ظهور لك عندنا في السعوديه على شاشات، ومعنا اليوم على شاشه روتانا خليجيه، فاكيد حابه توجهي رساله لجمهورك اليوم، ايش حابه تقولي لهم؟ طبعا احب اقول لهم كل عام وانتم بالف خير. طبعا يعني انا كان نفسي اني اجي على كل المناطق، كل الدول عشان ازور جمهوري وعشان اعرف على المناطق اكثر باكثر، واقول لهم اني احبكم كثير وكل عام وانتم بألف خير. ونحن كمان نحبك كثير، فاكيد راح تغني لنا كمان، نبغى نسمع صوتك الجميل بدون موسيقى، فاختاري اللي تبغي عشان تكون ختاميه جميله لحلقه اليوم، ونحن نتمنى لك كل التوفيق وصوتك جميل جدا، وان شاء الله نشوفك يعني اكبر فنانه في الوسط، في الساحه والوسط الفني. موال ايوه حتغني، بس اودع الجمهور ونختم بصوتك الجميل. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، لا تنسوا حساب البرنامج على انستغرام، تقدروا تتواصلوا معنا عشان تكونوا ضيوفنا في احدى الحلقات الجايه، وانا اقول لكم فمان الله. ونختم بصوت الفنانة الجميلة الطفلة الرائعة صراحة اللي أنا حبيتها شخصيا، ماريا. يلا ايش حتغني لنا ماريا؟ المايك، لا تنسي المايك. برضاك. ايه الاسم؟ برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاك، برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاك، خلقت صوتي صورت أطاي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومنى، ولما تستمع شاكو.